التجربه ديالي في سيت كوم اللي كنصوروا دابا مع هشام جباري، هي اول تجربه ديالي انا في سيت كوم. انا سبق لي ديجا خدمت مع هشام جباري، وسي فري سيت كوم فيه تحديات ماشي صعيب شويه، ولكن كنتمنى ان شاء الله المشروع يعجب الناس وعلاش لا يجيو تجارب وحدين اخرين من بعد. هو ماشي تحول، هو من الاول اي واحد كيصنع محتوى، كنهضر على صناع المحتوى الحقيقيين، اي واحد كيصنع محتوى كيكون كيبغي الكاميرا، كيبغي يمثل، كيبغي يلعب، فسي نورمال انه غتبغي تجرب سيبور اكبر. والتلفازه سي فري التلفازه ماشي بحال الانترنت، انا في نظري ملي كتجي التلفازه كيخصك تنسى شنو درتي في الانترنت وتبدا ازيرو. هادشي اللي درت من نهار جاتني الفرصه الاولى، وكنتمنى ان شاء الله يجيو لي فرص اخرين باش نستغلهم كما يجب. اللي زوين في هذا السيت كوم هو انه في واحد، كيفاش نقول لك، في واحد الميكس ما بين ممثلين كبار وممثلين شباب. دي فوا كتلقى راسك كتلعب سيكونس مع ممثلين كبار، اي دي فوا مع ممثلين شباب. هذا بحال واحد اكزيرسيس زوين. لومبيونس الحمد لله زوينه، كلنا كنضحكوا زعما مورا الكاميرا قدام الكاميرا، دونك الصراحه ما غاديش نسخاو في الاخر ملي غيتسالي هاد التجربات. الطرائف اللي تيوقعوا صراحه بزاف، هو كاين بزاف كيفاش نقول لك، ولكن كاين مثلا كتكون كتصور وكتجي لك دبانه هنا، فهمتي. كاين مثلا بعض المرات كتنسى كتلقى الماكله وكتاكلها في الاخر كتلقاها ديال الديكور. كاين بزاف ديال الحاجات. انني نكون عضو لجنه التحكيم في برنامج لصناع المحتوى ما عمري زعما حلمت بها. هي تجربه زوينه وفي نفس الوقت صعيبه، لانه انك تحكم على ناس وتقول واش المحتوى ديالهم زوين ولا لا في برنامج كبير ما سهلاش، ولكن ان شاء الله كنتمنى اننا نعطيو صوره زوينه على صناع المحتوى في المغرب. الحلقه الاولى دازت وانا مريض بكورونا، صورنا عن بعد، زعما تقنيا حسيت براسي بحال راني في البلاطو، دونك صورت وكنت كنشوف كل شيء كنسمع كل شيء، ولكن كنت كنتمنى نكون في البرايم الاول، ولكن ماشي مشكل ان شاء الله البرايم الثاني غنكون. انا جزء من صناع المحتوى، انا واحد من صناع المحتوى في المغرب، دونك ما يمكنش ليا انا نعطي نقطه لصناع المحتوى في المغرب. نقدر نقول لك هو كاينين وكاين، فهمتيني، وكاين واخا هكاك كاين تطور، زعما غير خص الناس يعطيو فرصه لصناع المحتوى اللي كيبدعوا واللي كيجتهدوا اكثر، لان صعيب تبان وانت كتخدم في واحد الغيزو اللي شويه كتخدم لواحد الاوديونس اللي شويه كتميل اكثر للمحتوى اللي شويه فيه الفضيحه اللي شويه دونك. ولكن واخا هكاك كنظن بانه كاين مستقبل، كاين دي جون بزاف كيحلموا انهم يصنعوا محتوى، وكاين بزاف غنخاف نقول سميه ولا جوج ولا ثلاثه وننسى شي واحد. كاينين بزاف من هذا المنبر غادي يعرفوا راسهم الا شافوا هذا الانترفيو، تنبغي نقول لهم شكرا. كاين حتى مخرجين، سعيد ازار، هشام جباري، دونك كاين بزاف الناس، كاين بزاف الناس اللي امنوا بالموهبه وتيقول لك راه فعلا كاين. سيرتو انا في واحد القضيه هي انني كنمشي كنكون راسي، فهمتي، كنمشي ندير دي فورماسيون، كنمشي نكون راسي، ما كنكتفيش بداك الشيء اللي كندير غير في الانترنت، لانه التلفازه تحدي واحد اخر، التمثيل تحدي واحد اخر. علاقه حب وموده ولطف وحنان. صاحبي الزبير بزاف، فهمتي، عرفتي الزبير داك النوع ديال صاحبي اللي ما تقولي ليش كيفاش علاقتك به ما نعرفش نوصفها. كنبغي نقول للناس اللي كيتفرجوا فينا يشجعونا ويعطيونا فرصه، وان شاء الله غنكون عند حسن الحظ ديالهم. باي باي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.